السلام عليكم اصدقائي من جديد اينما كنتم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد لاغوسيت اللي هي داخله في اطار الحجر الصحي. طبعا انتم عارفين كنشريو الاكل هذا ضروري، ولكن بالنسبه وكنغسلوه ونعقموه، ولكن الخبز كنشريوه ما يمكنناش نعقموه، اذا من الاحسن نعملوه في الدار. كنشتاقوا الباغيت، الخبز اللي طويل بالنسبه شنو كيسميوها اشقائنا العرب. مهم الباغيت، وغادي نديرو ايضا خبيزات بشكل صحي. غادي تشوفوا معنا النتيجه النهائيه، ومن بعدها غادي ندوزو لاغوسيت. قبل من هذا الشيء، اللي ما مشتركش معنا وعاد كيشوف الفيديو اول مره، يعمل لنا اشتراك سبسكرايب تابوني، ويفعل الجرس باش يتوصل بالاشعارات ديال المنشورات ديالي. وما تنساوش ديروا لنا لايك اذا عجبتكم الفيديو، ولا ما عجبتكمش ما ديروا والو. هلو خليكم معنا، ما تمشيو فين. بالنسبة لأول مرحلة في الباغيت، عندي كيلو ديال الدقيق. أنا غادي نديرو بالدقيق ديال القمح، يعني القمح الصلب، ماشي ديال الفارينة الرقيقة، ماشي الدقيق الدقيق اللي رقيق. كنديرو بالفينو ولا سبيسيال ولا ديال الزرع باش يجي صحي. ودرت فيه شي شوية ديال الفورس، يعني الفارينة الرقيقة. كيلو 100 غرام عندي هنا. غادي ندير فيهم ماشي نص كاس، مي ربع كأس ديال الزيت، 5 المعلقات عامرين ديال الزيت. عندي هنا الخميرة مع الماء دافي، خميرة مع الماء دافي. درت أنا 3 المعلقات عامرين ديال الخميرة الفورية، دوبتها مع الماء. خلينا هنا تقريبا هنا واحد شي 300 ولا 350 مليليتر ديال الماء. خليتها تفاعلت مع معلقة ديال السكر. غادي نخلط الملح حتى الاخير، العجينه ما تجيش خفيفه وما تجيش قاسحه. بعد ما خلطتو غادي نزيد الملحه حسب الرغبه، كل واحد شنو قياسو. انا قياسي هما 2 معلقات كبار، ما فايدينش، المهم على حسب كل شخص. ونزيد فيها شويه ديال الماء دافي، غادي يجي تقريبا شي 600 مليليتر ديال الماء في هذا القياس هذا، حسب نوعية الدقيق. خصو يجي شي شوية خفيف، ما يجيش قاصح بحال هكا، خصنا نخفوه شوية. ودابا من بعد ما تعجنت ودلكتها شي شويه واحد 5 دقائق ماشي بزاف، غادي نزيد لها شي 3 ولا 4 غرام، ما بين 3 ونص ساشي ديال 7 غرام، كل 3 غرام ونص. غادي نزيدها ديال خميره الحلويات بيكين باودر، وغادي نزيدها مع معلقه ديال الخل باش تعطينا القرمشه والحموريه. هي معلقه ديال الخل، شتو كيفاش دارت، غادي تساعد حتى في الخميرة.
هنا. طبعا هاني درت هذه هنا، هذا السيليكون ديال الطبخ. تقدروا ديروا الورق ديال الطهي، الورق ديال الزبده، وتقدروا ديروا هذا، وكاين واحد ليمون خاصين بالباغيت اللي بغيتو، غير هذا كافي. وكنطلعوه مع الجنب بهكذايا هكا، عاد باش نحطوا واحده اخرى هنايا. دابا غنجيبو شويه ديال الماء، غادي ندهنو هاد الماء، نقلب عاوتاني من هاد الماء، ندير لها زريعه الكتان. ديروا اللي بغيتو، انا غندير زريعه الكتان في وحده ولا جوج، وغادي ندير البافو اللي هو السانوج، غندير السانوج في شي وحده اخرى. يعني كنشتتو وكنبقى ندورها بحال هكا. وهاد الوحده غادي ندير فيها السانوج، بعدا شويه ديال الطحين والزيت لتحت وشويه ديال الزيت في يدي. يعني كنطويها، نقدروا نطويها نطويوها بهذا الشكل هكا، عاوتاني نطوي هادي ونسد هاد البلايص هادو باش ما يبقاوش باش ما تحلش. هيا هيا كنسدو هذيك البلاصه وكندير السانوج. ما غاديش يبان لكم حيت كحل وسطح العمل كحل، ها هو ها هو غادي يبان في الباغيت. شفتوا شويه، تقدروا ديروا الزريعه ديال نوار الشمس، تقدروا ديروا الزلجلان، كلهم صحيين. انا اختاريت زريعه الكتان والسانوج لانهما اللي عندي، عندي حتى الزلجلان ولكن مره اخرى نديرو ان شاء الله. هذا الشيء اختياري، في الحجر الصحي استعملوا اللي عندكم في الدار. صافي بقات لي غير وحده ونكمل ونتلاقاو وندير خبيزات. والمرحله المواليه بعد ما ساليت الباغيت غادي ندير لهم شويه ديال الماء بشويه هكا فوق. ومن بعد غادي نجيب هاد الكوتر، هذا اللي مصايب موس ماضي. تقدروا تجيبوا شفره الحلاقه تكون جديده ولا اللي بغيتوا، هي تكون ماضيه بزاف. ونبقى كنشرط بهذا الشكل هذا، غادي نقطع بهذا الشكل. بعد ما قطعتهم كلهم غادي نجيب شويه ديال الدقيق نديرو من الفوق غير بشويه هكا، يلصق على داك الماء اللي درت. البقيه ديال العجين غادي نديرها خبيزات. ها هي صافا، نحاول نديرهم متساويين. انا باغا ندير غير خبيزات صغار.
حتى هما بحال الباغيت. غادي ندير لهم كل وحده بعلاش غنديرها بحال هكذا. مثلا هذه غادي نديرها ديجا درت جوج هما، غادي نديرها بسريع في الكتان. ندير لها شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش. لو كنتو غديروها في اللاطه ديال الفران مباشره ما تحتاجوش. هذه راه كانت صغيره وخمرت، ها هي كبرت ولات هكذا. هذه غادي ندير لها تسميح، غادي ندير لها غنكملوا البقيه. لا وحده مازال، غادي ندير وحده في البلبوله ديال الشعير. طحنتها شويه باش ما تبقاش غليظه. الشعير صحي بزاف، الا درنا به خبيز ولا اللي ما يقدش عليه على الاقل يديروا هكذايا. وحتى هما حتى هادو غادي نشرطوهم بنفس الكوتر. ها هو هكذا اختياري هاد المرحله هادي، الا بغيتو تشرطوهم الا ما بغيتوش بلاش، على شكل علامه زائد قبل ما يختمروا. هما نكملوهم كلهم ونديهم يختمروا مع الباغيت. ودابا من بعد ما خمرنا الكومير ديالنا ها هو، غادي نديرو في الفران. درتو على 220 درجة في الوسط، هو في الوسط. وغادي ندير في الجهة التحتانية تحت منه غادي ندير الماء. أنا اختاريت هذا اللي بغيتو ديرو فيه الماء هنايا. صافي وغنسدوه. دابا هو الخبيز ديالنا وجد، ها هي الكميه اللي خرجتنا الكيلو تبارك الله، عطانا بزاف. نتوما كتشوفوا، شوفوا الباغيطه طبعا شي حاجه بنينه وزوينه، ماشي غير طحين فورس، فيها حتى الدقيق القمح الصلب يعني صحي، إضافة أننا درنا فيها هاد السريعة هادي كما كتشوفوا، شي حاجة هائلة. بالنسبة للخبيزات هادو اللي ما درنا فيهم والو عاديين، هادي اللي درنا فيها زريعة الكتان، هادي اللي درنا فيها سانوش، وهادي اللي درنا فيها الشعير بالبولة ديال الشعير. هانتوما مفشفشين، شوف الخبيز كي داير، شوف خامر وزوين كلو مفشفش ورطيطب. يا هادي الا عجبتكم، الا عجبكم هاد الشكل ديال الباغيت وديال الخبيز ما تنساوش تجربوه دابا في الحجر الصحي. طيبوه في ديوركم احسن حاجه. يلا دابا السلام عليكم.